كيف نتعامل مع غير المسلمين؟ ከሙስሊሞች ውጪ ካሉት ማህበረሰቦች ጋር እንዴት ነው ግንኙነታችን ሊሆን የሚችለው? انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين الى طرفين ووسط. ከሙስሊሞች ውጪ ያሉ ማህበረሰቦች ጋር ያለን ግንኙነት በምን ተከፍሏል? ሁለቱ ጦራፍ ናቸው፣ ጫፍና ጫፍ ናቸው። አንደኛው ደግሞ መካከለ ላይ ያለ قسم يتعرض لغير المسلمين بالقتل يقتل الكفار يفجر يقتل الكفار يفجر بالكفار عندኛው ክፍል ከሃዲዎችን በፈንጅ የሚገለል يسب الكفار ከሃዲዎችን የሚሳደብ ياخذ اموالهم بغير حق سرقه ያላግባ በስርቆት ገንዘባቸውን የሚወስድ ክፍል አለ هذا قسم من الناس ايه ከሰዎች አንዱ ክፍል القسم الثاني ሁለተኛው ክፍል يشارك الكفار في اعيادهم في احتفالاتهم في لباسهم كهاديوچن አብራቸው ይጋራቸዋል በአመት በዓላቸው እነሱ በሚለዩበት ነገር በልብስም በአነጋገርም በተለያዩ ነገሮች الصحيح ان نتوسط ስለዚህ ትክክለኛው መካከለኛ መሆን አለብን በሁለቱ ጠረፈይን ማለት نفي لهم بالعهود ቃል ኪዳናቸውን መሙላት አለብን لا قتل ولا سب ولا اخذ الاموال መግደል የለብንም ገንዘባቸውን መውሰድ የለብንም ومع هذا لا نشاركهم في عيادهم واحتفالاتهم ولا في لباسهم ይከመውን ጋር ደግሞ በልብሳቸውም መመሳሰል የለብንም ልብስ ሲባል እነሱ የሚለዩበት የእምነት ልብሳቸው ማለት ነው لا كأس العالم ولا مصارع الحرة نعم ما تعرف كأس العالم كأس العالم هي غير كواس ولا مصارع حرة مصارعة لا تفرج مصارع ريسلينج ميلوت ما له نعم بوكس بوكس لكن مصارعة الأفلام الغربية أفلام الغربية يا مراويان شنو فيلم نقرا بس ما عندهم لا يمكن أن أطالع الكفار وأعجب بهم أطالع الكفار وأعجب بهم الناس اللي يتملكت مدنك إلا بيني كافر أتوسط ثلاثي مكاكلين يا مراد أدعوهم إلى الله ودي الله سبحانه وتعالى تراته أتعامل معهم في البيع والشراء بنقد بمشت بملوت كالناس قال عبري مجنيه تشلال لا يمكن ان اشارك هؤلاء في الاعياد في الاحتفالات يتلايو كبره بعلاتوش كار كنسو بال عبري مساته في اللبن ما يمكن ان يقول للكافر في عيد راس السنه يقول سنه سعيده ما يمكن اما عيبالم كيف يقول له المفروض يقول هذه السنه تعيش لانك تشرك بالله انا انصح لك احب لك الخير نعم اعيش الآن بعض الناس يهنئ الكافر بعيد رأس السنة يقول له سنة سعيدة يا عمت زمن ملوتا بميون قزي كان ترو زمن عدرسه إيه كزمن يوانس من عميروز نقر هذا إيه نميرو سوو كأنه يقول له افرح بالشرك لك اندى من دلنو اندى بشرك تدست اندى مالك الشرك سعادة شرك سعادة هنا مالك لا المفروض يقول هذه سنة تعيسى عليك انتبه أنا أحب لك الخير وأخاف عليك من النار نعم لازم يقول له والله أحب لك الخير أن تدخل في الإسلام وأخاف عليك من النار لو بقيت على هذا أنت مخلد خلود أبدي في النار ها أنا أنصح ما أقولش لك هذا الذي يقول لك سنة سعيدة هذا غاش كذاب فكر كل هذا اللم إيه عيد سعيدة وإن لم تروا بالهم فأنا درسة مالك إيه عيد قبام فكر كل الناس سلفي كهون لذي سوية دعوة ما درقى اللبن በዚህ እምነት ላይ ከሄድክ ሙኸለል ነው የምትሆነው፣ እሳት ውስጥ ዘውታሪ ነው የምትሆነው። እስልምና መቀበል አለብ ብለን ትክክለኛ የሆነ ኑስር ማድረግ ያለብን ነገር ኢዘ ላቡድ ነተወሰጥ። ስለዚህ መካከለኛ መሆን አለብን። በዕድ ናስ ዩዕጀብ ብልኩፋር፣ አንዳንዶች በካሃዲዎች የሚደነቋል። የንር ኢለይህም ወደ እነሱ ነር ኢዕጃብ፣ በጣም የአድንቆት የሆነ እይታ የሚያቸዋል። ላ ማ ዩምኪን፣ ይሄ በምንም ተአምር ሊሆን አይገባውም።